المرضى هم بوش وبلير. المسلمون ليسوا بحاجة للعلاج، العلاج على الإرهاب، بينما السبب الحقيقي والإرهابيون الحقيقيون هم الحكومة في بريطانيا وأمريكا، هم الدول المارقة التي المسلمون ليسوا إرهابيين، الإرهابيين هم جورج بوش وبرلسكوني. But it is definitely not a clash of civilizations. وهذا ليس صراع حضارات. جورج بوش ليس لديه أي حضارة. إنه لا. وخلال تأييدهم للسياسة الاقتصادية الرأسمالية التي هي أكبر قاتل في العالم، قتلت أكثر من أدولف هتلر مما قتله أدولف هتلر أو قتله جورج بوش. هذا النظام نعم بوش وبلير ورئيس وزراء اليابان وبرلسكوني، هؤلاء هم بدون مياه صالحة للشرب. سوف نحاكمهم في اسكتلندا. يعتقدون انهم اتون الى هولندا الى اسكتلندا للاجازه، بل انهم لقد حاولت لمده 21 عاما sat in the British Parliament. وجلست لمده 21 عاما في البرلمان البريطاني. The scene of many crimes. العراقي من خلال العقوبات والحرب العراقي كالذئاب. وبالمناسبة أعتقد أن الأنظمة العربية التي ساعدتهم تغير. إن المقاومة تصبح أكثر قوة يوميا، وإن الإرادة بأن نبقى الذين ينتعلون الصنادل ويتسلحون بكلاشنيكوف ويستعملون الأسلحة البدائية، يكتبون أسماء مدنهم وقراهم على النجوم. 45 وغالبية العمليات التي ينفذونها تستهدف قوات الاحتلال ومن يتعامل معها، وهذا أمر طبيعي في أي حرب. الصفحات التأخير على أنهم قتل فلوجة هي بمثابة جمهور كبير يريد سماعه. نريد ايضا الجزيرة باللغة الانجليزية حتى نصل الى الناس الذين نستطيع الوصول والذين كان بامكانهم ان يشتروا الوسائل. ونحن نحتاج بشكل وانا لدي الكثير من الاموال حول كيف يمكن ان نقوى. لذلك عندما تسمعون بلير او السفير البريطاني في الاردن or Lord Levy او اللورد ليفي or any of these other British crooks او اي من هؤلاء المخادعين البريطانيين who come to throw sand in your eyes الذين ياتون لخداعكم. Never forget Balfour. لا تنسوا بلفور. Two of your beautiful daughters لنقل are in the hands of foreigners. اثنتان من بناتكما الجميلات هي في ايدي الاجانب، القدس وبغداد الاجانب.
يفعلون لبناتكما ما يشاءون. هاتان البنتان تصرخان طلبا للنجدة والعالم العربي صامت، وبعض العالم العربي أيضا يتعاون في اغتصاب When Al-Aqsa, from which the Prophet Muhammad, peace be upon him, ascended to heaven, is in the hands of a foreign army. Because she will not suffer. She will not suffer. She will not suffer.